قيل كثيرا أن تاريخ الفكر والفلاسفة ينقسم إلى ثلاثة عهود. العهد الأول تزعمه أفلاطون، أما العهد الثاني فتزعمه أرسطو، أما العهد الثالث والأخير حتى الآن فيتزعمه فرانسيس بيكون. فما الذي فعله فرانسيس بيكون؟ يقول عنه برتراند راسل أنه أول من نادى بوجود حقيقتين، الأولى حقيقة علمية تنهض على أعمال العقل، والأخرى حقيقة دينية تنهض على الوحي والإلهام. ابتكر منهج الاستقراء الذي يعتمد على البداية بدراسة الجزئيات ثم الوصول إلى الاستنتاج الكلي، ولذلك وقف ندا وعدوا لمنهج الاستنباط الذي ارتبط باسم أرسطو، والذي كان يبدأ بالكليات الجنرال كما ترون في الصورة ويطبقها من ثم على الجزئيات specifics. وهنا تكمن أهمية بيكون، ويلفظ بيكون وخطأ بالعربية لأنهم لم يقرأوا الكلمة بأصلها الإنجليزي. هنا تكمن أهمية بيكون، فقد ضرب قلب فلسفة القرون الوسطى التي كانت تعتمد على أرسطو، واستبدل بها فلسفة جديدة أصبحت فيما بعد أساس العصر الحديث. أهلا بكم أصدقائي وحلقة جديدة من فلاسفة وأفكار، تكونوا معي. تكمن أهمية فرانسيس بيكون في أنه أول من أسس المنهج التجريبي، سواء في الفكر والفلسفة بشكل خاص أو في المعرفة العلمية بشكل عام. بذل جهود جبارة من أجل نبذ المناهج المدرسية القديمة وتثبيت وإقرار المنهج التجريبي الذي ابتكره. يرى برتراند راسل بأنه قوض المنهج القديم عبر التظاهر بالإيمان الديني، وذلك لكي يمرر هذا المنهج ويتخلص من المناهج القديمة التي لا تقوم على المنهج العلمي. يعده البعض أنه الأب الحقيقي للبراغماتية. لماذا؟ لأنه كان يرى بأن لا جدوى من أي معرفة نظرية دون أن تجد ما يثبت منفعتها للناس يجمعين على أرض الواقع وليس في أفق الذهن. وهذا أمر كان يعني عبر التاريخ كان شغل المفكرين والعلماء وحتى الأديان الشاغل، أن تحاول تطبق ما هو فرضي نظري وفرضي وذهني أو غيبي بالتعبير الديني على الواقع، وبالتالي على الواقع أن يأتي إلى الغيب أو إلى ما المفترض أو ما يتمناه الإنسان أو يحلم به أو يؤمن به وليس العكس. أتى فرانسيس بيكون وكانت هي هاي أهميته وخطورة ما أنجزه. وبفضل منهج بيكون أصبح بالإمكان أن نرى العالم بعيون مفتوحة وليس بافتراضات مسبقة عن هذا العالم. لم نعد بفضل هذا المنهج نرى السماء على أنها مرفوعة بدون عمد، ولا أن نعتبر أن هنالك طبقات سبعة، ولا أن نعتقد بوجود كائنات خرافية أو أشياء من هذا القبيل. بفضل هذا المنهج تمكننا من معرفة طبقات الأرض، مكونات الهواء، عرفنا العناصر الأساسية لكل وجود ولكل حياة، وهي هذه العناصر الإليمنتس. يعني اكتشفنا جدول الدوري، اكتشفنا يعني القوانين التي تحكم الكون، يعني تعددت العلوم، وصلت إلى آلاف العلوم المنهجية القائمة على مبدأ الاستنباط وليس الاستقراء وليس الاستنباط. وبعد ذلك أتى كارل بوبر وطور هذا المنهج ومنهج العلمي
التجريبي، وأضاف له شرط قابلية التكذيب، ومعناها أن بالإمكان أنه أن العلم لا يمكن له أن يقدم حقائق كلية ومطلقة، ممكن له أن يقدم حقائق ضمن إطار ما، هذا الإطار هو الذي تصح فيه القوانين التي يكتشفها العلم، عندما يختلف هذا الإطار يختلف هذه القوانين لا تعمل في ذلك المكان. على سبيل المثال قوانين الجاذبية لا تعمل ضمن في العالم المايكرو سكوبيك اللي هو عالم الذرة والنويات، النويات العناصر الموجودة في الطبيعة، هذا هنالك تعمل قوانين الكم فقط. كان من واحدة من المثالب التي أخذت على بيكون أنه لم يهتم بالرياضيات ولأسباب كثيرة أقرأ لكم بعضها، لأنه هو قال بأنه هو هذا المنهج الرياضيات هو نظير المنهج الاستنباطي، وهو كان العدو اللدود المنهج الاستنباطي، وخاصة كل ما جاء به أرسطو. أيضا قال هذا الرياضيات لا تخضع للتجربة وبطريقة صحيحة، يعني لأن هي مجردات، وهذا كلام صحيح ودقيق، لكن هي هاي المفارقة التي ما زال العلم الآن أو العلماء يبحثون في سرها، وهو هل أن الإنسان يفهم الأشياء عن طريق التجريدات الذهنية، وهل أن هذه التجريدات هي موجودة ضمن مكونات الأساسية لطريقة عمل الدماغ البشري أو أي دماغ للكائنات الحية. فهذا الأمر هو السؤال الكبير، لماذا نحن نكتشف بأن قوانين اكتشفنا هالقوانين التي تحكم الكون عن طريق الرياضيات والمعادلات الرياضية، فما العلاقة التي تربط بين هذه المعادلات اللي هي مجردة ولا معنى لها في الحقيقة؟ مثلا نقول ثابت الجاذبية على سبيل المثال، ما لا يعني شيء، هو مجرد رقم، لكن وأيضا كلمة جاذبية لا تعني، لا تحمل معنى دقيق، إنما هي مجرد كونسبت مفهوم يعني. فهذا هو الشيء المفارق، فهو اعترض على هذا المنهج، وكانت وجهة نظره وفقا للمنهج الذي وضعه صحيحة، لكن بعد ذلك اتضح أنه ليس لم يكن على حق. أيضا ماذا ألف بيكون؟ ألف ما يشبه الملاحم العلمية، أدى كتاب اسمه الإحياء العظيم أو الصرح العظيم، نشره سنة 1620، وهو بحث شامل في نظرية المعرفة والعلوم التطبيقية الفلسفة الطبيعية، وأيضا في المنطق. بعد ذلك نشر كتاب النهوض بالعلم وكتاب أمراض العلم، وأيضا كتابه الشهير الأورجانن الجديد، وهذا وضع به حد نهائي لفلسفة أرسطو والمنهج الاستدلالي. أدى أيضا كتابات في الأدب ويوتوبيا، أيضا الأرض الموعودة أو الأرض المثالية أو البلد المثالي، وضع في كتابه اسمه أطلنطا الجديدة، هي رواية علمية وروحية. الخلاصة القول ما هي؟ أنا بيكون استخف بدور الخيال والفرضيات، وبالغ في تقدير قيمة المشاهدات الدقيقة أو المشاهدات التجريبية، ودائما كان يدعو إلى جمع البيانات كما تفعل النحلة، يعني نبدأ بالصغائر وبعد ذلك ننطلق إلى الكبائر أو نأخذ الصورة العامة الجنرال، هذه هي التي تسمح لنا بتكوين معرفة علمية جديدة. وفي هذا المجال طبعا هو يقول صحيح أنه يعني هو بهذا المجال هو صحيح، هو كتب يعني بأسلوب أشبه بالقضاة الذين يتحدثون عن العلم، دائما يتصرح بطريقة احتفائية بفوائد هذا التكنيك الجديد الذي اخترعه، والذي كان يؤكد دائما أنه مضمون النتائج بشكل لا يقبل الشك. والخلاصة كما قلنا بأنه هو رجل قدم هذا المنهج الذي اتبعه الآخرون، لكنه هو بحد ذاته لم يكن إلا أشبه بالمبشر بهذا المنهج، ولم يعمل يقدم إنجازات مهمة ومؤثرة عبر يعني تطبيقية لهذا المنهج. المهم هو أطلق الشرارة ويعني أعلن افتتاح الفلسفة الجديدة والفكر الجديد
وأيضا المنهج العلمي الجديد، وبفضل استمر ونهض العلم نهوض لا سابق له عبر التاريخ. أيضا اشتهر الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون، طبعا اللي ما ذكرنا أنه ولد سنة 1561 وتوفي سنة 1626 بسبب إصابته بالتهاب رئوي. هو كما قلت هو مشهور عند الأوهام الأربعة، وهو من خلال هذه الأوهام واللي نشرها في كتاب الأرجون الجديد أو معنى الأداة الجديدة أو الآلة الجديدة التي من خلالها سنستطيع معرفة كل شيء في هذا العالم أو الطبيعة عموما. فقال إنه هذا الأرجون هو أرجون منافس لأرجون أرسطو اللي أصبح أداة منهجية قديمة وبالية عفى عليها الزمن ولم تعد قادرة على تمكين الإنسان من السيطرة على الطبيعة. وهنا شارك بيكون رجال عصره في رفضهم الضاري للمنطق الأرسطي، وهو كان أكثر الناس عنفا في الهجوم على خاصة المبدأ القياس أو القياس المنطقي وأنه منهج عقيم. حتى نطبق هذا المنهج يقول لابد أن أولا أن نطهر العقل من أوثانه. هنالك أوثان عقلية أصيبت بها البشرية من خلال المنهج الأرسطي، وعلينا بالتالي أن نتخلص من هذه الأوهام واللي قسمها بيكون إلى أربعة. هنا قبل أن أوضح هذه الأوهام لابد أن أشير إلى مسألة مهمة، وهي أن الأديان التوحيدية التي أتت وخاصة المسيحية اللي هي بعد ذلك يعني بالبداية هي كان نشأت من خلال المنهج أو الفكر بالتلاقح مع الفكر الأفلاطوني، وبعد ذلك في العصور الوسطى تبنت المنهج الأرسطي أو الفلسفة الأرسطية عموما. هذه الديانة التوحيدة التي ظهرت هي ظهرت بحجة أنها ضد تقف ضد الأوثان وضد الوثنية. المفارقة أن يأتي بعد ذلك فرانسيس بيكون ويقول أن بسبب بدون أن يعبر عن هذا الشيء، لكنه أولا هاجم أرسطو وهاجم المنهج بالكامل، وهو بمعنى آخر هو هجوم على الفلسفة التي يقوم عليها الدين المسيحي خاصة. وطبعا الفلسفة الإسلامية هي قائمة أيضا على أرسطو، وحتى اللغة العربية أقيمت ضمن أو تم تأسيسها على المنهج الأرسطي. هذا الأمر وكثير من حتى الفقه أيضا إلى علاقة بالمنهج الأرسطي. هذا الأشياء كلها وقف كأنما يريد يقول أنا ضد الدين ويجب علينا أن نتخلى عن الدين وننطلق من الواقع وليس من المخيلة والذهن أو النص المقدس. الأوهام الأربعة أولا خلينا نوضحها. أولا وهو وهم الجنس، والثاني هو وهم الكهف، والثالث هو وهم المسرح، والرابع هو وهم السوق. ماذا يعني بأوهام وهم الجنس أو أوهام الجنس أو القبيلة؟ أولا يقول بأن هذا أوهام الجنس هي المقصود بها هو الجنس البشري أو البشرية بأكملها، وأن هذا الوهم هو يولد الأخطاء المصاحبة للعقل البشري من حيث هو كذلك. من أمثلة على هذا الوهم أننا سريعين في إطلاق التعميمات وإطلاق أحكام كلية. مثلا نقول أن مثلا كل المسلمين هم كذا، كل المسيح هم كذا، فمجرد نشوف حادثة حالة أو حالتين أو ثلاثة ونقول أو ربما حالة واحدة ونطلق تعميم عام، ونطالب بعد ذلك أن الجميع بأن ينصاعوا إلى هذا التعميم الذي أطلقناه، وهي العلة هي في العقل البشري بحد ذاته. فبيقول بالتالي لا ينبغي لنا أن نتسرع في إطلاق الأحكام والتعميم دون التثبت من ذلك كي لا نقع في أحكام خاطئة. وطبعا هاي مسألة حدثت ملايين مرات وليس آلاف المرات، وأدت إلى سقوط ملايين البشر بسبب الأحكام والجاهزة والخاطئة والتعميمات الاعتباطية غالبا ما تكون. ضمن هذا الوهم أكو هنالك وهم مرافق له، وهو أن هنالك أننا عندما نتوهم شيء ونقول مثلا فلان هو كذا
أو يعني أو مجموعة من البشر، هم مثلا مشهورين بالسرقة على سبيل المثال، واحد منهم. وبعد ذلك نحاول أن نسقط هذا الوهم أو هذا الظن على الجميع، وبالتالي ماذا نفعل؟ عقلنا يستجيب إلى هذه الإرادة ويجد من السهل عليه أن يتهم الجميع بنفس السياق، ويبحث عن أي فرصة، عن أي دلائل إضافية لهذه النتيجة الجاهزة أصلا. وبالتالي هذا يقودنا من خطأ إلى خطأ آخر أشمل، حتى بعد ذلك عندما نجد شيء يتعارض مع الفكرة التي انطبعت في ذهننا نسارع إلى دحضها بطريقة أو بأخرى. وطبعا كما اتضح أو كما أعتقد أنا أنه هو جهاز، أننا نمتلك جهازا منطقيا اسمه الدماغ. هذا الجهاز يحاول دائما أن يمنطق الأشياء حتى لو كانت النتائج غير واقعية وغير منطقية أو غير معقولة أصلا. طبعا بيكون يضرب مثال على هذا الموضوع أيضا، مثال من عنده، يقول بأنه مسألة افتراض أنه هنالك أن الطبيعة منتظمة جدا، ويقول هذا الأمر غير صحيح، أن الانتظام في الطبيعة هو لا ينبغي أن نؤمن به، بالعكس علينا أن نؤمن بأن هنالك انتظام فيما هو متحقق وليس فيما هو مفترض، فلا ينبغي بالتالي افتراض أكثر مما هو موجود على أرض الواقع فعلا. الآن الوهم الثاني يتعلق بوهم الكهف. وماذا يقصد بهذا الوهم؟ يقصد بأنه هو البيئة اللي ينشأ فيها الفرد داخل المجتمع، فهذه البيئة هي اللي تولد عند نوع من الأوهام الخاصة بهذا الفرد، والسبب هو الشروط أو الظروف التي تحكم هذه البيئة التي ولد ونشأ فيها. فهذا يولد بالنتيجة داخله أوهام كثيرة لها علاقة بالبيئة، عوامل البيئة التي عاش فيها ومكوناتها والثقافات التي انتشرت داخل هذه البيئة، بالتالي هو شاء أم أبى سيتأثر بهذه الثقافة. مثلا إنسان يولد في محيط هندوسي على سبيل المثال، أو إنسان ولد في محيط مثلا أبوه وأمه وعائلته من الرسامين أو من الأطباء وهكذا، فهذه البيئة المصغرة راح تولد عدة استجابات في هذا الاتجاه. أما إذا ولد في مدينة أو قرية بأكملها تعمل في الزراعة، فهو بالضرورة راح يكون من العاملين في الزراعة، لأنه لن يطلع على أشياء أخرى مختلفة. الآن طبعا العالم تختلف، الآن الموضوع يختلف، لكن عموم البشرية كانت في هذا يجد الإنسان نفسه محاصر ببيئة محددة سلفا له وثقافة محددة سلفا، ولكي يحافظ على بقائه ضمن هذه الجماعة أو هذه البيئة عليه أن يستجيب لشروطها وظروفها، وهذا هو المصدر أوهام الذي يولد أوهام الكهف في عقله، بل أن هذا العقل نفسه يتشكل ضمن أو الستركتشر أو البنية الأساسية لهذا العقل، الهيكل الأساسي لهذا العقل راح يتكون من هذه الأوهام، وبالتالي من الصعب عليه أن يراجع هذه الأوهام لأنها تشكل أشبه بأساس المنهج الذي يفكر فيه، فلا يمكن له التي تنبع من عند كل عاداته وتقاليده واستجاباته وأفكاره وتفاعله مع الآخرين. فبالتالي أنت لا يستطيع أن أشبه بشخص بنى بيتا وبنى هذا البيت على أساس صلب عميق داخل الأرض، على مسافة من داخل الأرض، وبالتالي لكي تغير ما بنى الطوابق التي بنيتها فوق هذا الأساس من أدوار البيت، عليك أن تعود لتهدم هذه الأسس كلها، وهذه مسألة ليست باستطاعة أي إنسان بسهولة، بل الأناس النوابغ
هم الذين يستطيعون القيام بهذه المهمة وأيضا لا يستطيعون النجاح فيها مهما حاولوا. بدليل بسيط أنه الإنسان عندما يولد يتعلم على لهجة معينة في منطقته، فهذه اللهجة مهما حاول أن يغيرها فيما بعد لن يستطيع وستبقى منغلزة فيه إلا القليل النادر. فتخيلوا مسألة اللغة التي نشأ عليها الإنسان هي أيضا نوع من وهم من أوهام الكهف، هي اللغة نفسها. فهذا الوهم أيضا تخيلوا حجم أو عدد الأوهام الهائلة التي يصاب أو يغذى بها الإنسان منذ ولادته. فإذا تأملنا في هذا الأمر فسنجد ما لا يحصى طبعا من الأمور أو الأوهام. هذا الشيء أدي بالنهاية أدي لأن نتصور بأن هذه المعتقدات والأفكار والتصورات الموجودة لدينا هي حقائق مطلقة، وكل ما عليه أن يحاول أن يثبت مصداقية هذه الحقائق كلما يعني استجدت أشياء تشكك بهذه الحقائق. وهنا نكتشف سر قوة الدين على سبيل المثال، الدين أو العقيدة أو التقاليد التي ينشأ فيها الإنسان. نلاحظ الآن أن الدين يقدم خطاب فيه كثير من التناقضات والأسئلة التي تستدعي الإجابة، لأنه كما نعرف الأديان عموما تقوم على أفكار فيها غيب، وهذا الغيب لا يمكن أن نجد له أي مصداقية علمية أو دليل مادي يثبت هذه الأفكار والأساطير والقصص، القصص التكوين والأنبياء والرسل والملائكة والشياطين والعفاريت والجن. هذه كلها مخلوقات غير موجودة وغير مدركة، وهي يعني تخرج علينا من خلال النصوص. هذه الأشياء يولد عليها الإنسان ويؤمن بها، نؤمن بها جميعا، لكن لا يوجد ما يثبتها، وهذا هو نوع من أنواع أوهام الكهف. والأمر يشمل البشرية جمعاء، لا يشمل شخص على حساب آخر، لكن الناس تحاول أن تتجنب الخوض في هذه التفاصيل لأنها تعرف بأنها ستتورط في عقد كبيرة جدا لا نتيجة نافعة لها، بل ستولد إشكالات كثيرة مع الآخرين. الوهم الثالث هو وهم المسرح. ماذا يقصد بوهم المسرح؟ يقصد بيكون أن الإنسان، عقل الإنسان هو عبارة عن يعني منصة مسرح. على هذه المنصة يوجد الآخرين، المفكرين القدماء أو الأنبياء القدماء أو الحكماء القدماء أو حتى الذين عاش أو نشأ بينهم الإنسان الفرد. فهذا هؤلاء جميعا يعرضون أفكارهم ويؤثرون بطريقة أو بأخرى على هذا الإنسان، وبعد ذلك ينشأ هذا الإنسان لكي يقلدها تقليدا أعمى. وكما نعرف الإنسان في طفولته مرغم على أن يتشبث بكل ما يقوله أبويه أو عائلته أو البيئة التي يولد فيها أو الجماعة التي ينشأ داخلها، لا بد أن يفعل هذا، وإلا فلن يستطيع الاستمرار على أو البقاء على قيد الحياة. وهذا ضمن شروط الانتخاب الطبيعي. الإنسان عندما يولد الطفل الذي لا يتقيد بتعليمات عائلته، هذا ستكون فرصة في البقاء محدودة جدا. يعني أبسط شيء أنه الأب يقول لابنه اللي عمره 3 سنوات هذه نار لا تلمسها، خطرة جدا، فإذا لم يطعه فبالتالي سيلاقي جزاءه من النار. أو مثلا يقول له هذا المكان خطر، أو هاي المادة لا يجوز أكلها أو تناولها لأنها سامة أو قاتلة. فتخيلوا الطفل يولد ولا يستجيب أو يطيع أبويه. هذه الفكرة نفسها تحولت على مستوى الجماعة البشرية. الجماعة البشرية الحكيم أو الأب أو رجل الدين، رجال الدين كبار يرون أن هذه الجماعة هي جماعة ناشئة وتحتاج إلى توجيه ورعاية. وهذه الفكرة نفسها، فكرة الأب وابنه والأم وابنها، هي نفسها تحولت إلى فكرة الدين الذي هو يمثل الأم والخالق أو الإله الذي يمثل الأب. فهذه
هذه الصورة المرك يعني يعني عدس يعني الأسرة الصغيرة المتكونة من أبناء وأب وأم أصبحت هي جماعة كبيرة متكونة من حكماء ومفاهيم مفاهيم فكرية أو ذهنية مثل مفهوم الدين، مفهوم الإله وما إلى ذلك. هذه الصورة بنطاق الأوسع. هنا ماذا يفعل بيكون في هذه الفرضية؟ ويبدو هو وضحها خصيصا لكي ينال من أرسطو وأفلاطون، وقال بأنهم واتهموا متهم مباشر بأنهم المسؤولين عن فساد الأفكار وإفساد العقول. ويرى من خلال هذا أيضا بيكون بأن العقليين هؤلاء بعيدون عن أي تجربة. طبعا هو هذا أيضا صارت من خلال هذا الكلام صارت هنالك تيارين في الفلسفة أو في الفكر الحداثة الغربية التي بدأت من ديكارت من جهة الفرنسيين وسميت يعني الفلسفة التيار الأوروبي والإنجليزي. الأوروبي الذي هو يقوده ديكارت، منهج ديكارت، والمنهج الآخر هو منهج بيكون. بيكون الذي تواصل واستمر مع جون لوك، وأيضا بعد ذلك أتى باركلي و أيضا ديفيد هيوم، واستمر إلى جوارد ستوارت ميل، ووصل حتى إلى برتراند راسل. فهذه سميت المنهج التجريبي الإنجليزي، وهو الآن معتمد في مجال العلوم. التيار العقلاني الجديد الذي بدأ من ديكارت بدأ من مفهوم أن هنالك من منطلق أو فكرة الشك، وهو بدوره أيضا هاجم الفلسفة الإغريقية القديمة وأيضا الفلسفة الوسيطة واللي كانت هيمن على الفكر الغربي. هاجم بدوره مثل ما فعل بيكون لكن باتجاه مختلف نوعا ما. هو هذا الهجوم الذي أسس لظهور العقل، وبمعنى أوضح أسس للمنهج العقلاني الذي يقوم على الشك وأيضا الحدث والاستنباط. وهذا الأمر اللي يسمى بعد ذلك أو الذي جعل أن الكوجيتو الديكارتي هو الذي عبر عنه في بعبارة أنا أفكر إذن أنا موجود. أي معنى ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنه هذا تحول من محاولة لإثبات وجود الذات المفكرة إلى ما يسمى دوبيتو، أو بعبارة أخرى أنا أشك إذن أنا موجود. فقوله أنا أشك يتضمن في الحال أنه موجود، وإلا استحال الشك وهدم المعبد على من فيه. فالكوجيتو بالنسبة لديكارت إذن هو الدعامة الأولى للمعرفة عنده، وهو سندها اليقيني، والذي هو وحده الذي ييسر للفكر متابعة الكشف عن حقيقة الوجودين الإلهي والخارجي. هذا جعل أدى إلى أن يجعل ديكارت من العلم ما يشبه الدين في زمنه، وهذا إنجاز عظيم جدا. هو اللي راح يمهد بعد ذلك لدراسة مختلف أنواع العلوم بطريقة منهجية، وبعد ذلك أتى سبينوزا وراح نتناولهم فيما بعد. لكن بيكون استمر في منهجه التجريبي الخالي البعيد عن الميتافيزيق. فالمنهج ديكارت بشق طريقة القرن السابع عشر طريقة، وهو كان أشبه بتأسيس الميتافيزيقا الجديدة. أما بيكون فاستمر وحتى وصل إلى دق إلى نوع من التجريبية الصارمة جدا التي لا تعترف بوجود شيء اسمه عقل، أو تقول بأن هنالك اعتماد كلي على الحواس وأن كل أفكارنا هي نتاج الحواس. وهذه الفكرة اللي طورها بعد ذلك ديفيد هيوم، وقال بأن هنالك الحواس تستلم معلومات من الخارج عن طريق أجهزة أو ما يعادل أجهزة التنصت أو السماء، أجهزة التسجيل الصوتي وأجهزة التسجيل المرئي
وهذه هي تدخل إلى الدماغ ويتم معالجتها، تتم معالجتها وتتحول مع ذلك إلى تصورات وأفكار، وتداخلها فيما بينها هو يولد لنا المخيلة وكل ما نفكر به. على سبيل المثال ديفيد هيوم يقول أنه نحن نرى طير مثلا، ونرى جناح الطير، ونرى حصان، فماذا نفعل؟ الدماغ يحول هذا المشهد أو يدمج بين المشهدين ويضع الأجنحة على الحصان، وربما يضع رأس الطير كموقع الحصان، ويصبح الحصان برأس طير وأيضا بأجنحة طير وما إلى ذلك، وبأقدام أفعى كما يعني كما وجدت لدى عشرات الحضارات منحوتات من هذا القبيل، مثل منحوتة الثور المجنح الآشوري وما إلى ذلك. بيكون كان له الفضل الكبير في الاعتماد على التجربة، هذا الفضل الذي ما زال لحد الآن لا نستطيع بعد الآن منذ تلك اللحظة أن نكون أو ندعي العلم والمعرفة الدقيقة بدون تجربة. وهذه اللي كان يتحجج بها الدين، خاصة من يقول العقل قاصر ولا يمكن الاعتماد عليه، إنما نحن نعتمد على النص المقدس. هذا نص مطلق ولا يقبل الخطأ، لكن العقل يعني قابل للأخطاء، هو عقل بشري محدود. فالآن المنهج الجديد الذي وضعه بيكون وبعد ذلك من جهة الإنجليز ومن جهة الفرنسيين، المنهج العقلاني الجديد الذي وضعه ديكارت، لا قال هنالك تجربة وهنالك شك، فعالجوا هاي المسألة التي كان يدعي الدين بأنه حلها عبر النص المقدس، لا قالوا أنه موجود العقل، نعتمد على العقل والعقل صحيح قاصر، لكن نستعين بالتجربة لكي نثبت كل تصوراتنا. الخلاصة أن وهم المسرح أو أوهام المسرح هي التأثر بالمشاهير وبالأفكار والعقائد الجاهزة التي ولدنا ونشأنا ضمنها، ضمن فضائها وضمن ضغوط القائمين عليها، سواء كانوا كتاب أو مفكرين أو فلاسفة. وطبعا هنالك أغلب الناس يرددون هاي الأفكار مثل كلب ببغاء دون أن يعني يبذلون جهدا لإيجاد أي تفسير لها أو أي مصداقية واقعية على أرض على الطبيعة أو في الواقع. الوهم الأخير والرابع هو وهم السوء، وهذا ناجم عن الخلط اللغوي وسوء استخدام اللغة، واعتبرها بيكون أبرز ما ينبغي تجنبه. ومثلا كأن نستعمل أشياء لا وجود لها، أو ألفاظ لا معنى لها، أو ألفاظ لها أكثر من معنى، أو نترك أشياء حقيقية بلا أسماء نتيجة لقصور في الملاحظة. من خلال هذا الكلام يعني أو هذه التحذيرات بيكون يقول يجب أن نتلافى هذه الأخطاء. لماذا؟ لأن أوهام السوق هي اللي تجعل الإنسان يتصور وكأنه هو الذي يتحكم باللغة، في حين أن اللغة هي التي تمارس تأثيرها في عقله، وهذا هو اللي يخلق بعد ذلك الأوثان والأوهام، وهي التي تؤدي بالإنسان إلى أن يفكر بطريقة سلبية. أو باختصار هو أنه الأوهام هي الأوهام، هذه عموم الأوهام اللي تحدثنا عنها أو أوثان الأربعة التي تحدث عنها بيكون، هي اللي هذه اللي يجب أن يعمل الإنسان مبدئيا على تطهير نفسه أو عقله من عتها، لأنك بوجود هذه الأوثان الأربعة لن تستطيع أن تبادر أو تشرع في إنجاز أي عملية للبناء العقلي والذهني لك أو لأي موضوع تحاول تنفيذه. هذا الجانب لا يتحقق بعد ذلك عندما ننظف أنفسنا من هذه الأوهام ونراقبها، ولا طبعا مستحيل الإنسان يتخلص منها، لكن عليه أن يراقبها بدقة، وعندما بعد ذلك يحاول أن يعتمد على الملاحظة والتجربة ويضع خطوات محددة للوصول إلى الحقائق وأيضا اختبارها
بأدلة مختلفة عبر الكشف عن أسرار الطبيعة. وكان هدفه طبعا هو أن يكون العلم هو لخدمة البشرية وليس يعني لخدمة الأديان أو المذاهب التي يعتنقها الإنسان، لأن المذهب بالنهاية هو لخدمة الإنسان والبشرية. أيضا ممكن احنا حتى نطلع على المنهج العلمي، الدين ليس علم، عندي محاضرة ممكن تطلعون عليها، هناك تحدثت بالتفصيل على أن الدين ليس علم، ليس علما، وأعتقد محاضرة يعني مكثفة ممكن تعطيكم فكرة جيدة عن هذا الموضوع. الآن أختم بمجموعة من أقوال، أشهر أقوال فرانسيس بيكون. واحدة من أشهر أقواله يقول We cannot command nature except by obeying her. يقصد بها، حتى نترجم، شوف الترجمة بالعربي مالتها، يقصد بها شنو؟ شوف العربية مالتها، لا يمكننا أن نأمر الطبيعة إلا بطاعتها. يقصد إحنا لا نستطيع، وكانت لا نستطيع أن نطلق الأوامر على الطبيعة بدون أن نطيعها. وماذا يعني في هذا؟ هو هنا أيضا يلمح إلى موضوعة الاستنباط وأيضا يعني ثنائية الاستقراء والاستنباط. فهو يقول أن الاستنباط لا يمكن أن يخرج، لا نستطيع أن نستنبط شيء مقدما ونقول أن الطبيعة هي كذا، مثلا نقول الطبيعة هي خلقها الله، فأنت بعد ذلك تحاول أن تجبر الطبيعة على الاستجابة لأفكارك، فبالتالي لا نستطيع أن نأمر الطبيعة ونقول أن هذه الطبيعة هي بفعل كذا، أو أن هذه الشجرة وجدت بهذه الطريقة. فإحنا لا نستطيع أن نأمر، لابد أولاً لابد أن نستجيب للطبيعة ونخضع لها، وبعد ذلك نحاول أن نكتشفها ونستطيع بعد ذلك نأمرها. وهذا حصل بالفعل عبر العلم. العلم عندما اكتشف ما هو الأكسجين مثلاً وفحص هذه الطبيعة، أطاع شروط هذه الطبيعة ووجد الأكسجين، أو اكتشف جسد الإنسان والأدوية التي جيدة له. بعد ذلك عندما اكتشف مثلا الأكسجين بدأ يأمر الأكسجين كيف يتصرف، أو يضعه في المكان الذي يراه مناسبا. مثلا إنسان عند حالة اختناق يقدم له الأكسجين، فبدأ عندما أطعنا الطبيعة أو أوبينهير، يعني عندما أطعنا هذه الطبيعة ومعنى أنه حاولنا أن نعرف قوانينها وشروطها المفروضة علينا، أيضا أننا لا نستطيع أن نستغني عن الأكسجين ولو ثواني، نموت فورا يعني. فبالتالي نحن مجبرين على طاعة الطبيعة، ولا لأنه إذا ما مجبر على طاعة الطبيعة امتنع عن التنفس، لا تستطيع. فبالتالي أنت مجبر على طاعة الطبيعة. عندما تطيع الطبيعة بعد ذلك أنت تستطيع أن توجه أوامر للأكسجين ماذا يفعل، وهكذا نوجه أوامر للجاذبية ماذا، كيف نتعامل معها. يجب أن نستجيب للجاذبية وحتى نستطيع أن نفهم الجاذبية ونطيع أوامر الجاذبية، أنه أنت لا تستطيع الخروج من الفضاء الجوي، الغلاف الجوي، فبالتالي عليك أن تصنع صاروخ يستجيب لهذا القانون وتتجاوزه، يعني تفرض قرارك الخاص على هذا القانون أنه تحترمه لكن تتعامل معه وتخرج عليه بطريقتك، وهكذا بقية الأمور. هذه مقولة أخرى جميلة إلى يقول، حتى أحولها للعربي، الرخاء يكشف الرذيلة والشدائد تكشف أو تكتشف الفضيلة. فكرة جميلة جدا، أنه الإنسان في وقت الشدة هو الذي يستطيع أن يحافظ على فضيلته ونزاهته، أما أيام الرخاء فأنت تستسهل القيام بكل الرذائل. ديث، خلينا نشوف، هو صديق الموت، الموت صديقنا. و and he that is not ready to enter him، وهو ما مستعد يعني يرفع عنا في المنزل. هاي غامضة ما فاهمها، إرادة لتفكير صفنة، إرادة لتأمل. nothing is terrible، ها حلوة، لا شيء رهيب إلا الخوف نفسه. جميلة هالعبارة، يعني هو الرهبة من الخوف، والخوف هي عملية متبادلة. تسافرين أنه حتى تعاني هنالك حدود للمعاناة، أعتقد للمعاناة هنالك حد وللخوف لا حدود.
المعاناة بالتأكيد لها نهاية، لكن الخوف يعني ينطلق في منطقة مفرغة. By far the best proof is أفضل دليل لنا هو التجربة. أختم بهذه المقولة أشوفها جميلة جدا، whoever is out of patience is out of possession of their soul. يعني هذا شوف العربي مالتها، يقول أنه كل إنسان يخرج عن طوره هو هذا إنسان يخرج عن قدرته على التحكم بروحه، معناته أو امتلاك روحه. فكل من نفذ صبره هو خارج امتلاكه أو قدرته على امتلاكه لروحه. ترجمة مو دقيقة. المهم الفكرة أنه أنت عندما تخرج من قدرتك على التحمل والصبر، أنت تخرج عن قدرتك على الامتلاك روحك. بمعنى آخر أن فقدان قدرتك على الصبر هو عودة بك من جانبك الإنساني إلى جانبك الحيواني، وهذا الجانب هو اللي يخلق العدوانية ويخلق كل الإشكالات التي يواجهها البشر. أي معنى آخر، يخرج عن طوره أو سلوك العقلاني القويم. آسف أختم بهذه وليس بتلك. A wise man will make more opportunities than he finds. يعني يقول أنه الرجل الحكيم يجد فرص أكبر مما يجد. معنى أنه، خلينا نشوف الترجمة العربية، الرجل الحكيم سيصنع فرصا أكثر مما يجد. والفكرة أعتقد واصلة لكم، ممكن تتأملوها. وأشكركم على الإنصات ومع السلامة. الحلقة المقبلة سأكمل تاريخ الفلسفة الغربية التي أبدأها من فرانسيس بيكون.